انا في الصيف اتصلوا بيا الاولاد وقالوا لي رانا راي الجمعيه نتاعنا هي جمعيه نتاع الاولمبيك جافسي جمعيه تاع بنات تاع هونت ونحبوك تجي معنا. انا وقت اللي مشيت وشفت والله تصدمت. اول حاجه شفت لاكاليتي نتاعهم اللي تسمع فيهم توا هم ما قدموش ارواحهم كلهم دي ديبلومي كلهم خريجي الجامعات التونسيه والا يقروا في السكوندير. اللي تسمع فيهم هم خيرة بناتنا اللي عنا في قفص وراه ماهوش شكر ولا مجاملة. هذا ريتها أنا توا أببري اللي يشهر معهم ونشوف فيهم كيفاش. هما البنات اللي امنوا برواحهم وهم البنات اللي سمعوا الكلام اللي يقول راه وقت اللي نمشوا في الفولي سبورتيف ولا نمشوا في الفولي كولتورال رانا نبعدوا على الاكستريميزم بأنواعه. دونك هم البنات اللي سمعوا الكلام اللي تسوق فيه الدولة اللي هي تقول راهو السبور وراهو الأنشطة الثقافية وراهو 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 راهو هذاك هو اللي بعد بناتنا وأولادنا على التطرف. هم سمعوا الكلام أما الدولة راهي ما سمعتهمش على خاطر ديما دولتنا تسمع مؤخر. شوف سيلادي البنيات هذوما يلعبوا في تيران هم يقولوا بالسوري أن تيران باتو تعرف سيدي هم يلعبوا بريسك باش ما نبالغوش في الشارع. هم يلعبوا في التيران اللي موجود في قاعة الشباب. وقت اللي تقول لي راهو مسيج ولا موش مسيج ومشيت أنا كديريجون معاهم ومشيت ريتهم كيفاش يلعبوا وشكون داير بيهم معناها فريمون بصراحة أنا ما نبعثش بنتي في الظروف هذيك. هذه رقم واحد. رقم اثنين الوقت اللي نتكلم ونحكوا على الإحاطة وين هي الإحاطة. رقم ثلاثة يلزمك تعرف بلي البنات يلزمهم يترانوا في قاعة مغطاة وقاعة المغطاة متاع قفصة فيها شانتي والشانتي هذا كان ربي وحده يعلم وقتاش يبدأ ووقتاش يوفى على شيء لا هم لا الجمعية ينجموا يعرفوا. ما كتعرف هذه أمور رأي أكثر من طاقة البشر أنك تنجم تحدد شانتي وقتاش يبدأ والشانتي وقتاش يوفى. فوق من هذا البنات الكلهم يا إما يقروا وإما متخرجين وعاطلين على العمل بريسك ما ياخذوا في شيء. سبيدريات تاعهم تعرف منين؟ من الفري. تعرف بقداش سبيدري يلعبوا بيه؟ ب40 وب50 دينار. تعرفش علاش؟ على خاطر الجمعية ما عندهاش فلوس. ومن بعد يجي المسؤول يحكي لنا ويبدا يتحدث ويتكلم وينفخ في صدره ويحكي على الاحاطه ويحكي على كيفاش ان احنا واقفين للشباب واحنا لافع بالحق. وقت اللي هما يلعبوا بسبيدري ب40 دينار وقت اللي هما يتنقلوا يمشوا لصياده اللي هي معتمديه تابعه ولايه المستير عندها قاعه مغطاه وهم هنا يلعبوا في التراب ويلعبوا في انتيران باتو وقتها انت والله بالحق قاعدين نحيطوا وبالحق معناها يعطيهم الصحه السلطات الجهوية والمحلية والنيابة الخصوصية الحق قايمين بدورهم. احنا رانا ماناش باش نسكتوا على الوضعية هذه. انت شبت لي على الدعم المادي نجيك تو الدور مش كان دور السلطات برك ورجال الاعمال تاع الجهة اللي عايشين في خير الجهة وينهم مش مبناتنا ذوما مش نورمالمون اقل حاجة نعملوها ان نعاونوهم حتى بكيبون سبورتيف. هذا الكل ما فماش. الوحيد اللي تدخل واللي جاء وعاون الجمعية هو رئيس الجمعية وراني بالحق نقول له يعطيك الصحة. انت تعرفني انا ما نقولش يعطيك الصحة هنا في الراديو حتى حد ما نقول له يعطيك الصحة على خاطر كان في المستوى وجاء وحضر وقف ومد وقدم دعم. احنا باش نحاولوا بجهدنا ندعموهم ورانا يا سيلهادي كإذاعة صوت المناجم وكمنبر اعلامي موجود في الجهه رانا ماناش باش نسكت وراهو الظروف اللي قاعدين يتعدوا بها بناتنا والا غيرهم في الجمعيات الرياضيه الكل مالغري بلي انا اول مره وانت تعرف بلي اول مره انا نحكي في الفولي سبورتيف رانا ماناش باش نسكت. وكيما مسكتناش في التجهيز ومسكتناش اي موضوع يخص ولايه قفصه رانا ماناش باش نسكتوا على بنيات في قيمتهم في القصب الوطني وفي الظروف اللي هم عايشين فيها.